السلام عليكم. ردوا السلام بعدا ومن بعد يكون خير إن شاء الله. المهم الأخوان، كيف ما وعدتكم باللي غادي نشرح لكم الهاش أوسيون من البدية إلى الاحتراف. ما كتعرف والو حتى كتولي تعرف كل شيء وتعرف تقدر تعتمد على راسك وتجاوب على بزاف ديال الأسئلة اللي في الحقيقة أنا جاوبت عليها في الفيديوهات السابقة، ولكن بزاف ديال الدراري وهادي كيعكزو يشوفوا الفيديوهات القدام، ولا كيشوف واحد ولا كيبدا من الوسط ولا كيبدا، هي في الحقيقة خصك تبدا من الاول حتى الاخر الفيديوهات بالترتيب باش تفهم كل شيء، كيفاش يكون عندك فلوس في جيبك، وكيفاش دير تستثمرهم، وكيفاش 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 حتى تخرجهم ان شاء الله. المهم اول حاجة غادي نوصيكم عليها هي ضروري خصك دير جيم لهذا الفيديو هذا، اولا دير ليه جود تام اولا، واذا ما درتيش اعلم ان الشيطان منعك. المهم شويه ديال الموتيفاسيون باش نشوف الجيمات، باش نحس باللي راه كاين شي شويه ديال التفاعل، وكاين الاخوان اللي متابعين عجبهم بعد على الاقل الفيديو، او لا ما عجبهمش دير ديسلايك، الدنيا هانيه ما كاينش المشكل، بكل روح رياضيه والله العظيم. المهم اول حاجه غادي ديرها هي كيقول لك انا شفت هذيك الفيديوهات وهادي وعجبني كل شيء، ولكن انا عندي الفلوس دابا هنايا في المغرب او لا في الدول العربيه او 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 او، وكيفاش غادي ندير باش نشري البيتكوين. اول حاجه غادي ديرها هي انك خاصك دير سبسكرايب لاشين، تسجل معنا في لاشين ديالنا باش يجيوك يوصلك الجديد. هذه اول حاجه. ثاني حاجه هي انك خصك تكون عندك بطاقه بنكيه صالحه للاستعمال في الانترنت، ماشي البطاقه البنكيه العاديه اللي كتخرج بها في الكيشي عادي، خصك تمشي عند البنكه ديالك وتقول لهم انا بغيت واحد البطاقه اللي نقدر نشري بها من الانترنت. هذيك البطاقه هي اللي غادي تاخذها من عند البنكه السيمانه باش كتوجد، من بعد كتشارجي هذيك البطاقه. فاش كتشارجي هذيك البطاقة غادي تمشي لواحد السيت اللي تقدر تشري منه البيتكوين. هذاك السيت اللي تقدر تشري منه البيتكوين انا شرحته بالتفاصيل، شرحته فينا هو هذاك السيت، فينا هو هاو هذا هو هذا. غتمشي لهذا الفيديو هذا غتشوفه باش تعرف كيفاش دير تشري البيتكوين. هذه اول حاجه، شارجي خذ البطاقه من البنكه ديالك، اطلبها بعد غضرب سيمانه وغادي تخرج لك، فاش تخرج لك عمرها بالفلوس وسير لهاد السيت هذا باش تشري منه البيتكوين. اول حاجه بعدا، اول حاجه هي انك خصك تسجل في الحاج الحسين او الهاش حسين، هذا الحاج الحسين بين قوسين، انا راه ما كنقصدش بها اساءه للدين ديالنا او للحج او 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 كيف ما كيقولوا واحد الاخوان، ومحترمين على احترامهم على الاخر ديالهم، ولكن حنايا راك عارف هنايا الدراري اللي كيقولوا لي هذه القضيه دي، المهم كنعتذر على هذه القضيه دي. ولكن كيفاش باش تسجل بعدا في الهاش اوسيون، خاصك كاين اللي كتلقاه تحت الفيديو ديال السيت، غتكليك عليه غتخرج في واحد لاباج دايره بحال هكا، غدير الايميل ديالك هنا، غتبرك هنايا وغيجيك الميساج في الايميل ديالك ديال الفيريفيكاسيون والمود باس وداكشي، وانت مسجل ناضي. تاني حاجه يكون عندك الفلوس غتشري البيتكوين من هاد البلاصه هادي، وباش غتستثمرهم في الهاش اوسيون. من بعد خاصك فاش تشوف هذا الفيديو هذا كيفاش دير تشري البيتكوين، ضروري تشوف هذا الفيديو ديال التحذير هام بخصوص الهاش اوسيون، لان هاد القضيه هذه راه مازال واقعه لدابا، لان انا مؤخرا شريت 3000 دولار وفاش بغيت نصيفطها طرات مشاكل، ماشي طرات مشاكل، ولكن هاد السيت هذا اللي كيبيع البيتكوين دار لي الروتار باش يصيفطها لي للهاش اوسيون. لهذا من الاحسن فاش تشري البيتكوين من هذاك السيت اللي هو البيت اوكي، صيفطها للوالد ديالك عاديه، الوالد عاديه، ومن بعد من بعد عاد صيفطها للهاش اوسيون. باش نتفاهموا على هذه القضيه هذه، الوالد ديالك العاديه تقدر تستعمل مثلا الكزابو هذه،
يكون عندك زابو، صيفط من هذاك السيت للزابو او صيفط للايكوين نيت، ايكوين براسها صيفط ليها البيتكوين، ومن بعد عاد صيفطو للهاش اوسيون. صيفطو للهاش اوسيون وانت مستثمر عادي. كيفاش دير تصيفط الفلوس من 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 مثلا من كزابو للهاش؟ غتجينا الباي في الهاش اوسيون، غتجي الباي تخلي هادي خليها 20 كيف ما هي، ما تقيسهاش، جي لهنا خد هاد لادريس هادي. كيف ما لاحظتوا باللي هنايا كانت غير ساعتين، ولا دابا ما بين ساعتين حتى 12 ساعه، ولكن واخا هكاك ما تزيد ما تثيقوش بها. من الاحسن ديروا هذيك لي طاب اللي درت في داك الفيديو ديال التحضير من بخصوص الهاش، تاخذوا هاد لادريس هادي، تاخذها هاد لادريس عادي، وتجي البيتكوين ديالك اللي شريتيه وصيفتيه مثلا للكزابو، ودير سند او هكا، تجي تختار هنا ادريس، ودير دير لادريس ديال الهاش هنايا، ودير شحال بغيتي ديال البيتكوين اللي عندك نتايا في الوالد، ديرو هنا ودير سند بيمو، وانت ناضي، راك استثمرت، راك صيفطتيهم للهاش اوسيو. هاد الارباح هادي واقيلا ما عرفتني جات هادي جات اه جات من الهاش هادي، جات من الهاش هادي. ها هي اللي جينا لهنا، جينا للترانزاكسيون، غادي نلقاوها صيفطوها يمكن. ها هي هادي، ها هي، ولكن مازال ما تكونفيرماتش واقيلا، مازال الصا ديال الكونفيرماسيون، ولكن مازال واخا هكاك ما المهم ماشي مشكل. شنو قلنا؟ قلنا باللي غادي اول حاجة هي انك تكون عندك بطاقة ماشي وطنية، بطاقة بنكية صالحة للاستعمال في الانترنت، ماشي بطاقة عادية، بطاقة صالحة للاستعمال في الانترنت. طلبها من البنك ديالك، سير عند البنكة، البنك الشعبي، السوسيتي جينيرال، البي ام سي، كلهم عندهم هاد لاكارت هادي، طلب منهم لاكارت ديال اللي كتصلح تشرى في الانترنت. من بعد حط فيها الفلوس، فاش تحط فيها الفلوس اجي لاشين ديالي هي هادي اوميس، غتلقى اجي لهاد الفيديو ديال حصريا شرح شراء البيتكوين، وغتلقى كيفاش دير تشري البيتكوين. ومن الاحسن تجي تشوف هاد التحضير هام بخصوص الهاش والسيرو. هاد التحضير هام هذا راه ماشي تحضير من الهاش، ولكن تحضير غير كيفاش دير تشري البيتكوين، لان كاين واحد الاشكال. من الاحسن دير هذاك الشيء اللي كنقول في هذاك الفيديو باش ما طيحش في واحد المشكل. ماشي المهم هادي دازت، ولكتي مازال ما شفتيش انت، ما عرفش شنو هو هاد الشيء هذا كامل، اجي لهاد الفيديو هذا الاول، احسن استثمار في الانترنت 2016 ربح مدى الحياه، وشوف هاد الفيديو هذا وتشرح وتفهم شنو هو الهاش اوسيون، كيفاش كيدير يخدم، واللين ديال التسجيل في الهاش اوسيون غتلقاه تحت الفيديو. هذه حاجه اخرى. المهم من بعد غادي تجي كيفاش غادي دير تسحب الارباح ديالك. كيفاش دير تسحب الارباح ديالك؟ غادي خصك يكون عندك كونت في الايكوين. شنو هو انا الورط، نديرو الورط، اول ورط ابقاونا على خاطركم. المهم كيفاش دير تسحب الارباح ديالك؟ ممكن انك تستعمل مثلا الكزابو باش تسحب بيه الارباح ديالك عادي من الكيشي، او ما عندهم لاكارت ديالهم، ها هي فين هي، ساويه شي تقريبا ساويه 20 دولار، يصيفطوها لك وكتبدا الارباح ديال البيت ديال الهاش اوسيون، كتصيفط للكزابو، وانت بهاد لاكارت هادي كتسحبها من الكيشي. ولكن انا ما كنستعملش الكزابو في السحب، كنستعمل الايكوين هي هادي، هي هادي الايكوين، كنصيفط الارباح للايكوين، ومن الايكوين كنخرجهم في الكيشي. الفلوس البيتكوين كيجي فاش كيتصيفط من الهاش اوسيون، كيجي هنا. كيفاش نديرو نهبطو هاد البيتكوين هذا لهنا ويولي في لاكارت، ونقدروا نسحبوه من الكيشي؟ كنجيو لهاد البلاصه وكنبركو هنايا، كتخرج لينا هنا، كنسيليكسيونيو لاكارت ديالنا، البيتكوين اللي عندنا هنا، بغيت نخرج هاد البيتكوين هذا كامل نرجعو في لاكارت، تجينا وكتحطو
جاتك 3 دولار. المهم هي اقل حاجه باش تقدر تحولها هي 10 دولار ودير سوبميت. هو المهم البيتكوين تحول دولار، ديك الساعه تقدر تسحبه عادي من الكيشي، من الكيشي ديالك. كاين شي دراري كيسولوني على لي فري ديال هاد الكارطه هادي، لي فري ديالها. انا الحقيقه ما كنتسوقش ليهم، ما عمري ما تسوقت ليهم، ولكن ماشي مشكل، بنادم يعرف حاجه عاديه. هما لي فري ديالها غادي نوريهم لكم دابا حاليا. تيدور شويه، مازال هادشي كيدور، نتسناو يدور مع راساتو. هاهي هاد لاكارت هادي انا شريت بها اليوم من ماكدونالد ديال القنيطره، 46 درهم، مع 8:44 ديال الليل. ها لي فري اللي قطعوا ليا ناقص، قطعوا ليا 0.14. هنا خرجتها من الكيشي، هادي وقيلا خرجتها من الكيشي، خرجت 500 درهم. ها شحال قطعوا ليا هنا، خرجت 600 درهم، ها شحال قطعوا ليا هنا، خرجت 300 درهم، ها شحال قطعوا ليا هنا، خرجت 200 درهم، ها شحال قطعوا ليا هنا، خرجت. المهم هادشي هذا هو اللي كاين، بقى غادي في حبكة. هنا خرجت 100 درهم، هنا خرجت 1000 درهم، ها شحال قطعوا ليا هنا، خرجت 700 درهم، ها شحال قطعوا ليا. باش يكون داكشي، باش يكون واضح. المهم دير بوز وشوف هاد البلانات هادو كيفاش دايرين. ها هو هنايا ها شحال قطعوا، هادو هي هما لي فري ديال. المهم هادو هما لي فري ديال هاد لاكارت هادي، نتمنى يكونوا وصلت لكم الفكره. كيفاش دير الدراري اللي مازالين ما يلاه تسجلوا في الايكوين، وكيفاش يديروا يشريو لاكارت. فاش كتسجل كتجي لهاد البلاصه هادي، وكتبرك هنايا وكتسيليكسيوني لاكارت اللي بغيتي. انا شريت لاكارت ديال الدولار ديجا عندي، بقات لي هنا الباوند والاورو. نختاروا مثلا الاورو، نختار هنايا فيزيكال، نختار هنا ستوندار 17 دولار، يحسبوها ليا. ولا اختاريت هادي غيحسبوا لي ب50 دولار. هاد الاختيار هذا 50 دولار كتوصلك تقريبا في 3 ايام، ولكن هاد الاختيار هذا ديال 17 دولار كيحسبوها لك كتوصلك تقريبا في 15 يوم. ولا واحد كاين اللي وصلته في 10 ايام، كاين اللي وصلته في 15 يوم، كاين اللي وصلته في 20 يوم، كاين اللي وصلته في اكثر، ولكن المهم هذا هو اللي. ولكن انت الا تسجلتي من اللي كاين تحت الفيديو راه كيحسبوها لك غير ب 12 دولار. المهم هادشي اللي كاين، ودير هكا وغدير هاد العمر هاد البلايص هادو، ودير الساعة ودوز تعمر داكشي ديالك، داكشي اللي كاين هنا تعمرو، وهانتا ناضي ما عندكش المشكل. المهم ندوزو الكزابو هو هدا شرحناه، الهاش اوسيون وهدا هانتوما هما السحوبات ديال اللي كدار يوميا عادي، مكاينش المشكل. المهم ولا احتاجيتو شي حاجه اخرى، ولا هذه مازال ما شرحتهاش، ولا ما قدرتش الاخرون، عاودوا سولوا عليها في الجروب. ها هو الجروب، دخلوا ليه حتى هو، غتلقاو اللين ديالو تحت الفيديو، دخلوا ليه سولوا فراحتكم. كاينين دراري تبارك الله مجادين معنا، نقدروا نجاوبوكم، نقدر نجاوبوكم انا ماشي مشكل. وان شاء الله في الفيديو الجاي ولا هذه نوضح لكم الامور كامله على هاد المساله هذه. ولكن الله يرحم بيا الوالدين، الا ما دخلوا شوفوا الفيديوهات بلا ما تبقى تجي تسول على واحد الحاجه نتايا اصلا هي مشروحه كامله. حنا درنا شويه المجهود، شرحنا هادشي كامل. والمهم كاين واحد المساله تفكرتها، الناس كنقول لك انا بغيت البايبل، انت اللي عندك اللي ما عندكش البايبل. فاش هضرت انا على البايبل هضرت على الناس اللي عندهم الفلوس في البايبل فقط، الناس اللي عندهم الفلوس في البايبل ما عندهمش لاكارت كريدي مغربيه. فاش كتكون عندك لاكارت كريدي مغربيه كتكون قضيه سهله بلا ما كدوش عن طريق البايبل، ولكن الناس اللي عندهم غير البايبل ما عندوش كيفاش يدير يشري من غير البايبل. شرحت انا هذه القضيه هذه في هذا الفيديو، هذا شرح تحويل الاموال من بايبل الى بيتكوين والعكس. هذا دخل لهذا الفيديو هذا وغتلقى كيفاش دير تشري البيتكوين بالبايبل. هذه مساله. المساله الثانيه اللي هي ديال
كاينين شي وحدين كيقول لك السي او اكس ولا البيت. اوكي السي او اكس صعبت القضيه فيه شي شويه فاش دخلوا ليه تبارك الله الدراري مجاهدين دخلوا بزاف في دقه واحده، صعبوا القضيه شي شويه في الفيريفيكاسيون. من الاحسن تعاملوا مع البيت اوكي اللي هو شرحه في هذا الفيديو هذا، اللي بغى يشري البيتكوين يجي لهذا الفيديو هذا وغادي يلقى الشرح ديال كيفاش يدير الشري البيتكوين. ها هو حصريا شراء البيتكوين، شوف هذا الفيديو هذا وغادي تفهم كل شيء. ان شاء الله نتمنى يكون تكونوا فهمتوا كل شيء، و نزيدو نشوفوا واحد بوست كنت حطيته هنا ان شاء الله بقيت نشوفوا شنو قال لك هنايا. المهم هاد القضيه هذه اللي كيهضروا عليها هنايا الاخوان اللي قال لك ديال الاصفر خاص يكون عندك الباسبور. هاد القضيه ديال الباسبور راه غير كيطلعوها عليكم البنكات، راه ما كاين لا باسبور لا والو. انا طلبتها وخديتها ودرت، ما كاين لا باسبور لا والو. كي قال لك عطيني الباسبور قول له ماشي سوقك عاديه، راه هادوك الناس راه غير كيبغيو يطلعوا على بنادم كيبان لك تما مقرفاط وداير كدا وضارب الرويحه. هذيك الرويحه راه انت اللي مخلصها ليه، وداك الكرافاط اللي ضاربها راه انت اللي مخلصها ليه بالفلوس ديالك اللي محطوطين عنده تما. بس بقى يطلع عليك يقول لك باسبور ما باسبور، قال لك باسبور قول له سر. المهم هذيك بلا ما نكملوها، لا كارت راه من حقك تاخدها بلا باسبور بلا والو. بزاف ديال الاخوان خداوها ومنهم انا خديتها بلا باسبور، ما طلبوش ليا كاع الباسبور. هذا قال لك صديقنا قال لك انا عندي كارت جرافيك، كارت جرافيك راه ما بقاتش صالحه للتعدين دابا في هذا الوقت. المهم لا ثاني كتقول ضروري يكون عندك فلوس باش تستثمر في الانترنت، بغيت نشري ليها مثلا. انا عندي راه شرحتها كيفاش الديكور ديالها كيفاش دايز بايبل. هذا اللي كيسول على البايبل خالد شاهر شاهر، راه قلت لك كيفاش البلان باش تشوف الفيديو دي. ها هو فينا هو ديال شرح تحويل الاموال من بايبل الى البيتكوين، غادي تفهم كل شيء، غادي تفهم القضية كي دايرة. دابا هاد السيت كيس دول فلوس الدولار، واش لاكارت بايبل؟ بايبل ما عندوش لاكارت، ولا ما كانش عندك البايبل بلا ما كانت عندك فلوس غير في المغرب راه ما غادي تحتاج البايبل اصلا، وما عندك ما دير به حيت الفري ديالو شوية طالعين. المهم الاخوان نتمنى ان يكون عجبكم الفيديو، واللي عجبو الفيديو يدير جوتام ولا يدير لايك ولا يدير ديسلايك، والناس اللي مازال اللي عاد كيشوفوا الفيديو اول مره يشتركوا معنا في القناه ديالنا ويدخلوا يشوفوا الفيديوهات الاخرين، وراه غادي يفهموا ان شاء الله كل شيء، يلقاو الشرح ديال كاع الموقع كامل من البدايه من هذا الفيديو هذا لهذا اثبات السحب بالبطاقه والشرح ديال شراء البيتكوين بالبايبل، والشرح ديال شراء البيتكوين بالبطاقة البنكية، ولكن تكون كتخدم في الانترنت ماشي تكون ما كتخدمش في الانترنت. والمهم الفيديو الجاي ان شاء الله غادي نشرح لكم كيفاش ديروا تصايبوا الويلت، تقدروا تفرقوا ما بين ولات 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 باش انكم تحطوا الاختيار ديالكم على واحد الولات اللي تقدروا تستعملوها. وان شاء الله حتى الفيديو الجاي ونتلاقاو. السلام عليكم.